لدراسة تشريح الجمبري بينيوس جابونيكاس، نبدأ أولا بالتعرف على الشكل الخارجي (Exterior Features). يتكون الجسم من منطقتين رئيسيتين وهما رأس الصدر (Cephalothorax) وبطن (Abdomen). منطقة الرأس الصدر (Cephalothorax) عبارة عن منطقتين هما الرأس، وتتكون من 6 عقل رأسية (Cephalic Segments). وفي الحيوان البالغ تختزل العقلة الأولى، وتصل بالرأس 5 أزواج من الزوائد الرئيسية (Cephalic Appendages). الصدر، ويتكون من 8 عقل صدرية (Thoracic Segments). وتتصل بالصدر 8 أزواج من الزوائد الصدرية (Thoracic Appendages). وتغطى منطقة الرأس صدر من الناحية الظهرية ومن الجانبين بهيكل خارجي هو الدرقة (Carapace)، والتي تستطيل إلى الأمام مكونة المنقار (Rostrum)، وهو تركيب مسنن يمتد على الناحية الظهرية للدرقة. يوجد على جانبي المنقار عينان تتصل كل منهما بساق طويلة (Eyestalk). يوجد على جانبي منطقة الرأس الصدري مذابان عنقيان (Cervical Grooves) يفصلان بين الرأس والصدر، كما يوجد على الناحية الظهرية للدرقة مذابان قلبيان خيشوميان (Branchiocardial Grooves). ويسمى الجزء من الدرق الواقع بينهما بغطاء القلب نظرا لوجود القلب أسفله. تمتد الدرقة على جانبي الجسم لتكون غطائي الخياشيم. منطقة البطن (Abdomen) تتكون من 6 عقل (Abdominal Segments) وتنتهي بذيل صغير يسمى تيلسون، والذي يوجد على سطح البطن فتحة الشرج (Anus Opening). يتصل بمنطقة البطن 6 أزواج من الزوائد البطنية (Abdominal Appendages).